حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا سليمان قال اخبرني يزيد بن خصيفه قال اخبرني السائب بن يزيد سمع سفيان بن ابي زهير الشنائي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط فقال السائب انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ورب هذه القبله